تعال 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 اعطني فاين بس نمسح الطاوله. طبعا لجنه التقييم انا وبن تخير وابو حصه وبلال وغازي. غازي قد يبغى يتكلم على طول. وطبعا طلال احنا هنا جايين نذوق يا ابو. طيب تعالوا 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 نذوق ونقيم. والله بعيد سوي فحص فحصه. خلنا ننزل الفواكه لحظه. ينف ينف يكفي 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 ينف مع ربك ينف وش ينف ينف. طبعا الشيء اللي اول عندنا حاجه اسمها واو واو واو. قولوا واو واو. كوكيز واو كوكيز واو واو. طبعا واو اول شيء اهلا اهلا بسم الله حبه حبه. اعطي انا في ايدي ذق 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 عشان شوي. طب اخبارك؟ ما شاء الله تبارك الله. ايه والله راح اجي لكم. يس ذس از واو واو. اوكي لا لا اتوقع هذه يسر مختلفه. في يسر كثير. حرام بالله انا بطلع. اي والله خصب زي اللهب على كلمه حرام. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف التقييم. ايه والله العظيم انه خطير. الله هذه عليها خصم بعد. الله واو. اسمع مسمى اطعم راح يزال. والله لذيذ. اسمع انا مسمى خاش خلت فله. يا شباب يا شباب دقيقه اعلان 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 اعلان. والله ما حد يذكرته. بعدين نصرك بعدين نصرك. قولها قولها يلا. ابو حصي ابو حصي ها قولها يلا قولها يلا يا عيال قولها يلا. ها يا عيد ها يدينك. لا 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 ابو سعد تكفى تكفى يا عيال. يا شباب لحد ناخذ الربع يا عيال. والله لحد ناخذ يا شباب. طبعا واو كوكيز ما حد يقدر تغمض عينيك. اعلان اعلان يا الربع ما يصير. دقيقه بس رقمهم حطينا شوي بس يا خالد عشان ال ما هم ماكلين ارجع. هذا اسمه واو كوكيز الرقم 050-928-4711 ما سمعت على الواتساب 050-928-4711 حسابهم بالانستغرام SN.SWEETS يعني SN سويتس. ابو حصه كوكيز والله انه خطي هذا الكوكيز والله. وانه انتهى من اول وقت. طيب وين فصل يا ابو من واي كوكيز 050 باقي مقطع 4711. طبعا هذه هذه الاسره. الاسره الثانيه اتوقع انا والله اكله كويتيه اسمها خبز خبز عروق. ها خبز عروق. وين فيصل؟ طيب نذوق يا شباب. فيصل هو وش هو حلا يعني؟ معود لا لا تعال تعال فيصل. ها اوه مكتوب شعبي كويتي اسمه اسمه شعبي كويتي صح؟ طبعا مقدمين خبز عروض ثاني. حلو والله انه خطير. ومكبوس دياي مكبوس دياي يا الربع امانه والله يا من اين هالعزه بالكيسه. بسم الله عبد الله والله هذا مكبوس الدياي. اشوف بسم الله انا عرضه حق خبز وريهم وريهم هذا هو نفس هذا الخبز العروق. ها هذا الخبز العروق طبعا بنعطيكم الرقم حقهم بس انها هي والمكبوس دياي من اسره واحده. طيب افتح لي مكبوس دياي خلنا نشوف. بسم الله مكبوس دياي يلا بسم الله. بسم الله وش رايك تحط تشوفونه؟ كنسل 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 الاداره اصح حنداك قصدي. والله اني ما اقدر اقاوم قسم بالله. يا عيال ابو علي في صحن فاضي. شباب صحن فاضي شباب ما في والله. انسحب على بعدين. هذا هو مكبوس دياي ما شاء الله تبارك الله. الورقه ما شاء الله. طيب جيبها هنا بس عشان يلا. يقول لك هذا اسمه شعبي أكل شعبي كويتي. نسعد بأن نقدم لكم ما لذ وطاب من الأكلات الكويتية حسب طلبكم. أطلب ما تشتهي من الأكل الكويتي اللذيذ تلقاه عند بيتك. شعارنا النظافة والنطاعة. يا سلام. يقول لك شعبي كويتي رقمهم 055-840-3259. يا سلام. الانستغرام ملاذ وتاب او ما ادري حصه عرض. والله عندي عشان خلي عرض ابو حصه هناك عشان الناس يصوروا الشاشه. شعبي كويتي نسعد بان نقدم لكم ما لذ وطاب من الاكلات الكويتيه حسب طلبكم. اطلب ما تشتهي من الاكل الكويتي اللذيذ تلقاه عند بيتك. شعارنا النظافه والنطاعه. عز الله ان عندهم الطبخ شعبنا الكويتي الغالي. انهم الطبخ الزين ما شاء الله تبارك الله. هذا حسابهم بالانستغرام يعني تسلم. لا ام اي
ال A T H شرطة تحت W A T A B رقم الواتساب 055-840-3259 055-840-3259 هذا حساباتهم. ابو حصي بالله سو اعاده على الكوكس. عطل سو اعاده على الكوكس لانه طيب. مره لذيذ. نرجع للكوكيز اللي ما بقى منه شيء ما شاء الله. اخر حبه من جيبي حتى. هذه اخر حبه. واي كوكيز رقم الواتساب واو كوكيز 050-928-4711. من بياكل الله يعطيهم الف عافيه. الله يعطيهم العافيه. بيض الله وجيهكم. كثر الله خيركم والله يرزقكم يعطيكم العافيه. الله يبيهم والله يبيهم. شغل من الاخر لا الاكل الكويتي ولا الحلال ما شاء الله. الله يعطيكم العافيه. وانا مبسوط اني اخاطب الجمهور ولا في خصم. احلى بوس لكم. عندي تكفى عندي تكفى عني. وهذا على طلب. وهذا عندي 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 خلاص خصمي عشان الاسرى. يلا عشاني انا ابو علي. اسمع لي ابو علي يا ابو علي. ما بطل التيمم. سم محاضر ما بطل التيمم. ما يحتاج. ربعي واهلي يجيبون نعيش تنزيل. يستاهلون. بيض الله وجه جمال الكويت وجمال الله حالك. يستاهلون. يا عبد القادر وذكرتوني والله في ما شاء الله. الحين جيب اليوراي. تدري شو المشكله ابو علي؟ صوت البصل صغار.